هاي. قالب الحلو هو جزء من تقاليد غربية عمرة 100 سنين. حضارة السلت كانت تحتفل بمهرجان بلتين يلي بيدحرجوا فيه قوالب حلو مبرومة من تلة عالية، والقالب يلي ما بينكسر بيعتبروه جالب للحظ. كان يتم الاحتفال بعيد الميلاد بطرق مختلفة، وأول قالب حلو بعيد ميلاد كان هدية من أحد المدعوين، وأول استعمال لعبارة birthday cake كان سنة 1785. خلال الدورات الأولى من الألعاب الأولمبية كان يتم تقديم قطع تشيز كيك للرياضيين المشاركين. مين قال إنه ببعض المناطق بالولايات المتحدة لليوم شبين يلي بعد ما تجوزوا بياخدوا قطعة من كيك العرس على البيت بيحطوها تحت المخدة ليتعرفوا على عريس؟ أنا قال، شوفكم بكره.